المخاطر التي لا تزال تتهدد المغرب بالرغم من كل الجهود التي بذلت وتقدم عملية التلقيح وغير ذلك. هناك مخاطر، هناك متحور متفرع في أوروبا ينتشر، وهناك تصاعد للإصابات. هل هذه المخاطر هي التي ربما تشكل هاجس للمشرف على القرار الصحي في المغرب؟ هل تبرر هذه القرارات الأخيرة؟ فعلا هذه المخاطر حقيقية وغير منتظرة، ما يمكنناش نستعدوا لها، كتجي مفاجئة. المخاطر اللي كاينه اساسا هو ظهور متحور جديد. هذا المتحور كيظهر في الوقت اللي الفيروس كيكون عنده امكانيه انه يتولد بزاف، يعني عند واحد الشريحه ديال المواطنين اللي ما ملقحينش كيتولد عندهم الفيروس، سواء كانوا عندهم الاعراض او ما كانش عندهم الاعراض، فهمتيني؟ لذلك هاد الشريحه اللي كانت في المغرب اللي ما ملقحاش واللي العدد ديالها كبير، هي كتشكل في المغرب ديالنا حنايا كتشكل واحد المجموعه ديال الناس اللي كيمكن يظهر فيهم متحور. عندنا ديالنا ديال المغرب، لأن هي مسألة عشوائية كيظهر هكاك متحور. وعاد حنايا عندنا تواصل وارتباطات على المستوى الدولي، إفريقيا اللي ما ملقحاش عندنا مع علاقات قوية، أوروبا تظهر فيها حتى هي. فلذلك هذا الهاجس هذا معقول جدا. ملي كنشوفوا أنه هذه واحد جوج الأسابيع مثلا كانت تقريبا 50% ديال الناس اللي عندهم قل من 30 عام ما ملقحينش، 50% معنهم بجوج، وهاد الشريحه هادي وعاد اللي قبل منها، وهذا يعني نقدروا نقولوا الثلث ديال المغاربه كيشكلوا يعني واحد 8 ولا 10 مليون ديال الناس، واحد الشريحه اللي يمكن يتطور فيها. لذلك هاد من بعد واحد المده ديال الاختيار وديال التشجيع وديال كذا وديال كذا، وصلنا لواحد الوقت اللي خاصنا ندوزوا لمرحله اخرى باش نحميو البلاد ديالنا من ظهور بعدا عندنا حنايا متحور، وباش تيلا جانا شي متحور ما يكونش التاثير ديالو علينا قوي. بروفيسور بوصفيحة، عندنا تقريبا 6 مليون ديال الناس اللي باقي ما تلقحوش، هذا يقولها قالها وزير الصحة، انه يكون عندك هذا العدد وفي العالم كله الدول الان تشوف الشتاء، يعني ماذا سيحصل في الشتاء؟ المتحورات، الموجات، التصاعد الى غير ذلك. هذا 6 مليون اذا ما بقات ما ملقحاش، هل هي قنبلة موقوتة من الناحية الوبائية؟ انت خبير في الامراض المناعية. نعم، هي قنبولة، يعني قد تفاجئنا. الحمد لله لحد الآن المتحورات اللي كاينين ماشي خطيرين، باقيين ما عندهمش واحد الاختراق ديال المناعة سواء التلقيحية أو المناعة الطبيعية. لكن حنايا المتحور اللي كاين في جنوب إفريقيا عنده اختراق نسبي معتبر، وما عارفين شنو اللي غادي يجي من بعد. يمكن يجينا الله يحفظ شي متحور اللي غادي يكون عنده بالإضافة الاختراق المناعة التلقيحية أو الطبيعية، يكون عنده كذلك أضرار أخرى ما معروفهاش، وأضرار اللي يمكن تكون خاصة بالأطفال. هذا ممكن، لأنه الآن كنشوفوا الإحصائيات الدولية كتقول باللي الانتقال ديال هذا الفيروس وهذه الجائحة عند الناس أقل سنا والأطفال، ومن بعد واحد الفترة قليلة تنتقل عند الأطفال، ولو الأطفال هما المصدر الأساسي، مراهقين والأطفال وهذا اللي قل من 20 هما اللي كي دابا كيأديو وكينشروا الفيروس عند المواطنين. إذا خاصنا ناخذوا بعين الاحتياط بعين الاعتبار هذه التحولات اللي كاينه وقريبه لينا، كيف قال الاستاذ المتوكل، قريبه لينا. عاد في اوروبا كاين نوع جديد، يعني فصيله من هذا المتحور دلتا، اللي يمكن يكون يشكل لنا خطوره.